بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا في المحاضرة السابقة عن حرفي جر مذ ومنذ، واليوم نريد أن نتكلم عن حرف جديد من حروف الجر وهو رب. رب من حيث الإسمية والحرفية، وكذلك نريد أن نتكلم عن مجرور رب من حيث النكرة والمعرفة، وأيضا نريد أن نتحدث عن حالات حذف رب، وأخيرا نريد أن نتكلم عن زيادة ما بعد رب. اختلف البصريون والكوفيون في رب، فهي حرف جر عند البصريين واسم عند الكوفيين، واستدل الكوفيون على اسميتها أو اسمية رب بالإخبار عنها، كما في قول الشاعر: إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن عارا عليك ورب قتل عار. فلفظة عار في هذا الشاهد قد جاءت من وجهة نظر الكوفيين خبرا لرب، وقد رد هذا الرأي من لدن البصريين بدليلين. الدليل الأول أن الرواية المشهورة في هذا البيت: بعض قتل عار وليس ورب قتل عار، ومن ثم فإنهم قد نفوا هذا الشاهد من الأساس. والدليل الثاني الذي استدل به البصريون على حرفية رب أن لفظة عار في هذا الشاهد خبر لمبتدأ محذوف وليست خبرا لرب، أو هي خبر لمجرور رب لأنه في موضع رفع بالابتداء. أما فيما يخص الاسم المجرور بعد رب، فإن النحويين يقولون إن رب لا تجر إلا النكرات، وقد جوز بعضهم أن تجر المعرفة بالألف واللام، كما في قول الشاعر: ربما الجامل المؤبل فيهم والعناجيج بينهن المهار. إذن الأساس الذي يشترطه النحويون في الاسم المجرور بعد رب أن يأتي نكرة، ولكنه في هذا الشاهد الشعري قد جاء معرفا بالألف واللام وهو الجاملي. قد يحذف حرف الجر رب بعد الفاء كثيرا وبعد الواو أكثر وبعد بل قليلا، ومن دون هذه الأحرف الثلاثة أقل. قال الشاعر: فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع. فهنا قد حذف رب بعد الفاء وهو كثير في كلام العرب، ومثله في قول الشاعر: بل بلد ذي صعد وآكام. هنا قد حذفت رب في هذا الشاهد الشعري بعد بل وهو قليل في كلام العرب. ويشترط في الاسم النكرة الذي يأتي بعد رب أن يكون اسما ظاهرا موصوفا بمفرد، نحو قولنا: رب رجل كريم لقيته. فلفظة كريم في هذا المثال قد جاءت صفة للاسم المجرور بعد رب، أو يكون موصوفا بجملة، نحو قولنا: رب رجل يفعل الخير أكرمه. فجملة يفعل الخير قد جاءت صفة للاسم المجرور بعد رب. أما إذا كان مجرور رب ضميرا فيشترط فيه أن يكون مفردا مذكرا، أما تمييزه فيكون بحسب نية المتكلم أو قصده، فقد يكون مفردا
أو مثنى أو جمعا أو مذكرا أو مؤنثا؟ قال الشاعر: ربه فتية دعوت إلى ما يورث الحمد دائما فأجاب. وتقول: ربه رجلا وربه رجلين وربه رجالا وربه امرأة وربه امرأتين وربه نساء وهكذا. فكل تمييز في هذه الأمثلة قد جاء بحسب نية المتكلم أو قصده. إذا زيدت ما بعد رب فإنها تكفها عن العمل وهو الأكثر، أو لا تكفها عن العمل وهو الأقل. مثال ما كفتها عن العمل قول الشاعر: ربما الجامل المؤبل فيهم والعناجيج بينهن المهار، برواية الرفع. أما ما ذكرناه سابقا برواية الجر، أي جر لفظة الجامل، فهو شاهد على أن زيادة ما بعد رب لم تكفها عن العمل. ومثال ما لم تكفها عن العمل أيضا قول الشاعر: ربما ضربة بسيف صقيل بين بصرى وطعنة نجلاء. فما في هذا الشاهد الشعري لم تؤثر في عمل رب، فقد جرت رب الاسم بعدها وهو قوله ضربة. إلى هنا أعزائي الطلبة تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم. إن شاء الله سنتكلم في المحاضرة القادمة عن ثلاثة أحرف من حروف الجر، وهي التاء والواو والكاف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.